حاتم باشا. ارجع ارجع. الرخصه بتاعتي خدوها مني وانا جاي من عدائري ساعتك. سيب 50 جنيه واطلع على الدائري هتلاقي امين شرطه هناك اسمه سعيد وانا جاي لك من طرف حاتم باشا. شكرا سعاده الباشا، كتر خيرك يا باشا. باشا عايز اقدم لابني في المدرسه وطالبين منه وصل النور والعداد مش باسمي. سيب 100 جنيه واطلع على شرطه الكهرباء هتلاقي امين شرطه هناك اسمه ماهر، قول له انا جاي لك من طرف حاتم باشا. شكرا باشا. تعالى خد يا بقى. اه باشا. فين الفلوس؟ شكرا باشا. بنت مريضه يا باشا وعايزه عليك على فين دوت؟ عايزه اقدم بنت في المدرسه. سمعت حاتم باشا. مفيش مرة تحيينا بورقة حمراء من دول. ده انت بقالك 20 سنة بتاكل حواوشي. ايه؟ عمره ما عجبك مرة وقلت امس على المعلم صاحب اللقمة؟ وبعد عليها النهاردة بالليل في الاسم عشان امس عليك. كان عندي محضر من زمان بيقول انك عامل بروس في المحل. معلش يا باشا، ده انا بهزر معاك وانا عمري رفضت لك طلب. 100 جنيه بتاعت البروز. خلص. اتفضل يا باشا. اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر. مالوش خير في مين؟ في مصر. الحموضة يالا. مش ده، ده الحمار.